بعد أن رفعت جماهير الوداد والرجاء الستار على ديربي العرب في إيابه الفاصل والحاسم بلوحات فنية تعجز كل وصف، وبأناشيد حلوة العزف، وبتفوهات أرسلت أجمل وأبهى الصور. جاء الدور على الفرسان الحمر والنسور الخضر لتأثيث فضاء هذه الاحتفالية الكروية العربية الجميلة. لم يحتر زوران مدرب الوداد في التغطية على الغيابات، وإن كانت وازنة فقد استقر على تشكيل يتطابق مع مخططه. في المقابل لم يحدث جمال السلامي المدرب الجديد للرجاء الكثير من التغييرات على تشكيل الخضر. المباراة التي أدارها الحكم المصري محمود البنا جاءت جولتها الأولى من دون مقدمات وبلا حاجة لجس النبض. جاءت الجولة الأولى مشتعلة باستحواذ كبير للاعب الرجاء الذين أتيحت لهم فرصتان، الأولى في الدقيقة السابعة من ركنية تصل الكرة إلى العميد بانون الذي يغمزها، لكن حارس الوداد التكناوتي يبعد الكرة بمساعدة مدافعيه عن خط المرمى. والثانية في الدقيقة التاسعة كرة ترسل في العمق لسفيان رحيمي الذي يسدد جانبا. هذا الضغط الرجاوي الذي لم يثمر شيئا ورد عليه الوداد بصورة قوية من أول مرتدة سريعة. يتلاعب إسماعيل الحداد بمدافع الرجاء ليسقط من الدويك، ويشير الحكم المصري البنا لنقطة الجزاء التي سيتقدم منها نهيري للوداد بهدف جميل في الدقيقة 12. نشاهد ونتابع، يتقدم يا رب. للدار البيضاء خط أحمر اسمه الوداد. ما جاء بعد تقدم الوداد انتشار كبير للرجاء وضغط قوي أثمر مجموعة من الفرص السانحة للتسجيل. نناح ينهي حملة رجاوية منظمة بتسديدة في يد التكناوتي الذي يعود ليبعد الكرة ببراعة إلى الركنية. تسديدة قوية لفابريس نجوما. اللجوء للتسديد من بعيد هو خيار لاعب الرجاء للقفز على الجدارات الدفاعية للوداد. ومحسن متولي يرسل في الدقيقة 34 قذيفة يبرع التكناوتي رجل الجولة الأولى في إبعاد الكرة للركنية التي لم تأتي كغيرها بأي ومضة خضراء، لتنتهي الجولة الأولى بتقدم الوداد بهدف نهيري. على نفس منوال الجولة الأولى جاءت الجولة الثانية باندفاع رجوي رهيب، وبالوصول للدقيقة 49 ينجح الرجاء في إيجاد الطريق للمرمى. متولي العميد ينفذ لمنطقة العمليات ويسقط من كومارا ليحتسب الحكم المصري ضربة جزاء واضحة، منها تعادل متولي للرجاء لتعود المباراة لنقطة الصفر. هل يعودون بيرسل الكرة يا رب؟ الدربي يعودون إلى مدرج المجانة. إلا أن ما سيأتي بعد ذلك سيكون ضربا من الجنون. في أول رد فعل للوداد أيوب الكعبي يهدر فرصة في الدقيقة 52، ثم تلوح فرصة بعدها بدقيقتين لرحيمي الذي يسدد، إلا أن التكناوتي نجح في إبعاد الكرة عن مرمى. الدقيقة 56 يبرز النجم العائد أيمن الحسوني الذي عوض المكوك الحداد ويتمكن من استعادة التقدم للوداد برأسية جميلة لم تترك أي حظ للحارس. هدف سجل المدرب، سجل المدرب، دخل أيمن الحسوني. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، ذلك أن الوداد واصل إتقانه للمرتد. الدقيقة 58 الحسوني يهدي كرة جميلة لأيوب الكعبي الذي يتلاعب بمدافع الرجاء ويسجل الهدف الثالث للوداد. إنهم بهذا اللقب، إنهم بهذا الاسم الوينرز، ليس لقبا فقط.
ويواصل التكناونتي عروضه المميزة ويجهض فرصة لجبروت في الدقيقة 69، وبعقاب سريع من الوداد على إهدار الرجاء للفرص يسجل الوداد هدفا رابعا في الدقيقة 72 بواسطة بديعوك بعد تمريرة حاسمة من أيمن الحسوني. هل تظنون أن الأمور حسمت وأن هيتشكوك اختفى عن الأنظار؟ قطعا لا، لأن ما سيأتي سيخلد هذا الديربي في الذاكرة، إذ أن الرجاء حقق ريمونتادا تاريخية في أقل من 20 دقيقة. الدقيقة 74، الرجاء يقلص الفارق بتوقيع هدف ثان بواسطة البديل حميد أحداد الذي أكمل الكرة للمرمى من تمريرة مليمترية لأنس جبرون. الدقيقة 88، الشيخ كومارا يتسبب في ضربة جزاء ثانية منها وقع متولي بطريقة بانينكا الهدف الثالث للخضر والهدف الشخصي الثاني له. ومحسن متولي للرجاء ياتي، للرجاء ياتي، يا رب يا الله لم تنتهي بعد. وكاد الزنيتي يقضي على آمال فريقه. الرجاء في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع، كرة يفتكها منه الكعبي إلا أنه لا يفلح في التسجيل. الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع، خطأ جانبي للرجاء، متولي يرفع الكرة ورأس مالونغو يسجل الهدف الرابع، هدف التأهل لدور الثمانية لينتهي إياب العرب، الإياب الجنوني والملتهب بدموع الفرح والندم.